طيب اهلا بيكم. هنتكلم النهارده عن موضوع جديد زي ما اتفقنا اسمه الانتي توبركلوزس دراجز او ادويه التي بي. بسرعه كده بس نفهم ايه هي التي بي، او ليه هي بنسمع عنها دايما ان هي ريزيستنت للعلاج بتاعها، او ليه دايما بنستخدم لها كومباينيشن ثيرابي. دي الحاجات المشهوره عنها. لو بصينا كده في الاستراكشر بتاع التي بي هنلاقي ان في غير السلول اللي احنا متفقين عليه او بنشوفه كتير في البكتيريال سيل اللي هو البيبتايدو جلايكان، في حاجه اسمها الابينو جلايكان، ده كده زي ما انتم شايفينه كده فوق البيبتايدو جلايكان، وكمان في طبقه اسمها المايكوليك اسيد. دي طبعا ليبيد لاير بتبقى واكسي شويه، والمايكوليك اسيد دي زي ما انتم شايفين مساحتها كبيره في السلول بتاع التي بي، وهو ده اللي بيديها اصلا الريزيستنس والباثوجينيستي زي ما هنشوف كمان شويه. المايكوليك اسيد دي في بعض الادويه اللي احنا هنتكلم عنها بالتارجت المايكوليك اسيد، زي مثلا الايزونايزايد ان هي بالتارجت السينثيس بتاعه، وفي دراج اسمه ايثامبيوتول هنتكلم عنه ده بيتارجت الارابينو جلايكان سينثيس اللي هي الحته اللي احنا قلنا عليها فوق البيبتايدو جلايكان على طول. وبعدين في بعض الدراجز الثانيه اللي هتارجت الار ان اي بوليميريز، دي طبعا المتعلقه بقى بصناعه الام ار ان اي والجينيتك ماتيريال زي الريفامبين. وفي دراجز هنتكلم عنها زي البايرازينامايد، دي ملهاش اصلا ديفايند ميكانيزم اوف اكشن. طيب مبدئيا كده المايكوبكتيريا بيقول لي دي اسيد فاست باسيلاي، بتبقى طبعا تبع عائله اسمها المايكوبكتيريسي، وهي دي اللي بتعمل التي بي وبتعمل الليبروزي. اكيد برضو نسمع عن مرض الليبروزي. طبعا دي سلو جروينج مايكروجينيزم، وطبعا دي بتتميز ان هي بيسموها حاجه اسمها ليتنسي، يعني هي بتدخل اصلا تستخبى من المناعه، المناعه مش بتكون شايفاها، وبتفضل فتره طويله وبعدين بتظهر الاعراض فجاه، فالجهاز المناعي اصلا مش بيلحق ان هو يريزيست البكتيريا. طبعا هي ديفيكلت تو ستين، شويه معلومات عنها، حتى لو انت عملت لها ستيننج ببيزك داي ممكن بعد كده هي بتريزيست الديكلاريزيشن، ده نتيجه الهاي كونتنت من الليبيدز اللي احنا قلنا عليها وخصوصا المايكوليك اسيد. افتكروا دي كويس. السيلول او السيل انفلوب بتاعها يونيك جدا زي ما احنا شفنا، وفيري كومبلكس، يعني بيتميز بالحاجتين دول. والسيل انفلوب ده اللي هو يعتبر يعني فيه اكتر من مكون، مش مجرد سيمبل سيلول، هو ده المسؤول عن حاجات كتير جدا في هذه البكتيريا، زي الباثوجينيستي او الفيريلنس، زي المالتيبل دراج ريزيستنس، زي السيل بيرميابيليتي بتاعتها اللي صعب جدا، والاميونري اكتيفيتي والانهبيشن اوف انتيجين ريسبونسيفيتي والديزيز بيرزيستنس. يعني لما تسمع ان المايكوبكتيريا صعب في علاجها، او ان هي بتبقى بتيجي على الجهاز المناعي فجاه المناعه مش بتلحق ان هي يعني تريزيست الديزيز ده او البكتيريا دي، او ان انت لما تيجي تعمل دراج صعب ان انت ديزاين دراج اجينست المايكوبكتيريا، او ان انا بضطر ان انا استخدم كومباينيشن ثيرابي ضد المايكوبكتيريا زي ما انا هشوف. مفيش حاجه اسمها ان انت تعالج التي بي ده بوان دراج، يعني ده بيبقى نادرا، انت لازم على الاقل بتدي 2 دراجز وممكن 3 دراجز في بعض الاحيان. فكل ده بيرجع للصعوبه بتاعه المايكوبكتيريا والفيرولنس بتاعها القوي نتيجه السيل وول ستراكشر انفلوب اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي. ميجر اورجانيزم طبعا اللي بتعمل هيومن ديزيز، انا عندي حاجه اسمها المايكوبكتيريوم توبركلوزس والمايكوبكتيريوم ليبرا، ودول النوعين الاساسيين بتوع المايكوبكتيريوم، ودول بيقولوا عليهم اتيبيكال مايكوبكتيريا، دي برضو نوع ثالث غيرهم. بس انا اهم حاجه اهتم هنا بالتي بي والليبروزي في مقارنه بسيطه كده قبل ما ندخل في التي بي. التي بي ده اللي بيسببه زي ما قلنا المايكوبكتيريوم توبركلوزس والمايكوبكتيريوم بوفيز. الاورجانيزم دي تيكن بريسبيراتوري تراكت، يعني هي بتدخل عن طريق ريسبيراتوري تراكت، وبعدين تعمل pulmonary infections، وبعدين تفضل جوه التيشو وريزايد فين بقى؟ في الفاجوسيتيك سيلز. يعني من ضمن القوه بتاعت البكتيريا دي والعنفوان بتاعها ان هي بتقدر كمان تقعد جوه الفاجوسيتيك سيلز اللي هي مسؤوله اصلا المفروض ان هي تلتهم اي حاجه غريبه تدخل الجسم. هي بتقدر ان هي تدخل جوه الفاجوسيتيك سيل وبتمنع الفانكشن بتاعتها وبتستخبى جواها، فبالتالي المناعه عمرها ما هتقدر تشوفها، وصعب جدا ان انت تقدر ان انت حتى تدي دراج ضدها. المايكروجانيزم ده بيبدا ينتشر في الهوست عن طريق طبعا دايركت اكستنشن من خلال الليمفاتكس والبلاد ستريم والبرونكاي والجي اي تي، وده اللي بيديها القوه ان هي بتروح كل مكان في الجسم تقريبا. علشان كده المريض بتاع التي بي ده بتلاقيه بيعاني من حاجات كتيره جدا، وهو ده برضه اللي بيصعب التشخيص بتاعه. يعني انتوا عارفين لو كان مثلا هي بتبقى في اللنج وفي التيشو بتاعت اللنج، فهتبقى عندك الاعراض بتاعت الايه؟ اللنج انفكشنز، لكن لا ده دي ممكن تظهر عليه اي اعراض
ممكن تلاقي عنده كيدني ديزيز، ممكن تلاقي عنده مشكله في الجي اي تي، ممكن تلاقي عنده مشكله في اي مكان تاني ديستنت عن اللنج، وهو ده طبعا اللي بيصعب التشخيص بتاعها. الليبروزي بقى على الناحيه الثانيه، ده طبعا المايكوبكتيريوم ليبرا، والديزيز ده بيبقى فيه كلرليس تيشو اوف ذا بودي اللي هي السكن والسوبرفيشال نيرفز والنوز والفارينكس واللارينكس. وطبعا الديزيز ده بيعمل ديفورميتيز صعبه جدا في الشيب بتاع الاورجنز، وهو ده اللي كان زمان يقول لك ان المريض بتاع الليبروزي ده الاورجن بتاعه بيقع، يقول لك ده الانف بتاعته مش موجوده. لا هي يا جماعه مش موضوع مش موجوده، بس نتيجه الهاي ديفورميتي اللي حصلت، اللي هو يعني ربنا يعافينا كده التشوه الرهيب ده، بيبقى كانها انت مش شايفها او كانها مش موجوده. الليبروزي طبعا ليه نوعين برضو، اللي هو الليبروميتس ده بيبقى مور سيفير وبروجريسيف، يعني بيفضل ينتشر، وطبعا ده بيصاحبه بكتيريميا وحاجه اسمها التيوبركلويد، بس احنا النهارده هنركز عن التي بي. الانتي تيوبركلوزس دراجز احنا عاده بنستخدم زي ما قلنا كومباينيشن ثيرابي، ليه؟ نتيجه الهاي دراج ريزيستنس اللي هي ايمرج رابيدلي، اللي هي طبعا بتظهر بسرعه. التريتمنت دايما بيكون فور لونج بيريد، يبقى انت هنا بتستخدم كومباينيشن ثيرابي وكمان تخلي العلاج بتاعك لمده طويله، بتستمر من 6 ل 12 شهر، يعني تقريبا بتتكلم في سنه ونص وممكن كمان اكتر انت بتعالج هذا الديزيز. طيب هنقسم الدراجز هنا الى فيرست لاين وسكند لاين تريتمنتس او ايجنتس. على اساس ايه بنقسم الكلام ده؟ طبعا الادويه دي بتبقى السايد افكتس بتاعتها عاليه، وبالتالي انت لما تيجي تستخدم دراج في الاول كفيرست لاين، المفروض ان انت بتحاول تشوف المور مايلد دراج، الحاجه اللي هي الابسط اللي ممكن تعالج، لكن لما بتضطر تدخل في السكند لاين دراجز طبعا اكيد ده بيبقى حسب الكيس بتاعت البيشنت. ففيرست لاين ايجنتس هي اول ادويه بتستخدم في علاج هؤلاء المرضى، وعندنا اول دراج هو الايزونايزايد او الايزونيكوتينيك اسيد هيدرازايد. لو شفنا الميكانيزم في اكشن بتاعته، هو مبدئيا برو دراج، ركز في الحته دي، اكتيفيتد عن طريق اوكسيديشن رياكشن، بيعمل له كاتاليزيز اندوجينس انزيم اسمه الكي جي. ده انزيم بيبقى ليه كاتاليز بيروكسيديز اكتيفيتي، ده طبعا من ضمن الاكتيفيتيز بتاعت بعض الانزيمز الموجوده في الجسم، والكاتاليز بيروكسيديز من اسمه كده يعني بيعمل اوكسيديشن، فهو بيعمل اوكسيديشن للايزونايزايد وبيحولها الى الاكتيف فورمز. انا ما بقولش اكتيف فورم، قلت اكتيف فورمز، لان هو فعلا بيتحول الى ثلاثه اكتيف سبيشيز. الثري اكتيف سبيشيز زي ما احنا شايفين كده، تحولت المجموعه دي الى مره الدهيتك ومره كربوكسيليك اسيد ومره اميدك. الثلاثه اللي طلعوا دول عن طريق الاكشن اوف كات جي على الايزونايزايد بالكاتاليز بيروكسيديز اكتيفيتي، هم دول ليهم الاكتيف ايفكت. الرياكتيف سبيشيز اللي خرجت دي تعمل ايه بقى، اللي هم الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم اكتيف سبيشيز، بيعملوا اسايليشن لحاجه مهمه قوي اسمها الناد اتش ديبندنت ريدكتيز. يبقى في انزيم اسمه ريدكتيز وبيعتمد على الناد اتش، ده اللي احنا فاهمينه من اسمه، هم بيعملوا له اسايليشن. ولما بيعملوا له اسايليشن، طبعا الانزيم ده اكيد موجود في المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس، لما بيعملوا له اسايليشن بيفقدوا الوظيفه بتاعته اللي هي كانت ايه، اللي هي كانت تعمل كاتاليزيس للريدكشن اوف انساتوريتد فاتي اسيد الى ساتوريتد فاتي اسيد اللي بعد كده يصنع منها المايكوليك اسيد. الموضوع بكل بساطه ان التي بي عندها حاجه مهمه قوي في السيل وول، قلنا اللي بيرجع لها كل الحاجات اللي هو العنفوان الفيرولنس بتاعتها والباثوجينيستي والحاجات دي كلها، اسمها المايكوليك اسيد. والمايكوليك اسيد ده زي ما احنا قلنا ليبيد لاير وفيري كومبلكس، بتتصنع عن طريق تحويل انساتوريتد فاتي اسيد الى ساتوريتد. طبعا عشان تحول انساتوريتد الى ساتوريتد فاتي اسيدز معناها ان انت عندك دبل بوند وهتعمل لها ريدكشن، يبقى انت محتاج انزيم يعمل ريدكشن. هذا الانزيم اللي موجود في البكتيريا هو ناد اتش ديبندنت، يعني بياخد الهيدروجينة اللي بيعمل بيها الريدكشن على كارير اسمه الناد اتش زي ما احنا عارفين، والانزيم ده هو ريدكتيز انزيم. تقدر انت عن طريق الايزونايزايد وتحويله الى الاكتيف سبيشيز دي ان انت تعمل اسايليشن لهذا الانزيم فتمنعه من هذه الفانكشن، فتمنع تصنيع المايكوليك اسيد للسيل وول بتاع التي بي، وبالتالي كده بتفقدها طبعا اكيد السيلكتيف بيرميابيليتي بتاعتها، والبيرميابيليتي بارير بتاعها بيبدا ان هو اصلا يبوظ ويبدا يحصل ليكج والبكتيريا تموت او ما تتكونش اصلا من الاول. طيب الميتابوليزم ده بيحصل له في الليفر اسيتايليشن وبيتحول الى ان اكتيف فورمز، وممكن يحصل له هيدروكسيليشن، والاسيتايليشن دي ممكن تكون هيباتوتوكسيك. زي ما قلت لكم السايد افكتس بتاعت هذه الدراجز بتبقى عاليه، بس انت هنا طبعا بتبقى يعني بتدور على فاليو جنب الحاجات اللي هي الريسك دي. ف
فبالتالي انت بتتحمل الكلام ده على البيشنت في مقابل ان انت طبعا بتبقى عاوز تنقذه من ديزيز خطير زي اللي احنا بنتكلم فيه. اليوزز بتاعه الدراج ده زي ما قلنا هو بكتيريسايدال، لان قلنا هو بيبريفنت السيل وول سنسز او المايكوليك اسيد سنسز بتاع السيل وول، وبالتالي اللي بيستخدم الون في البروفيلاكسس. يبقى انت لو هتستخدمه لوحده ده ان كيس اوف بروفيلاكسس، لما يكون في بيشنت طبعا كان مخالط لحد عنده تي بي او عنده في المنزل حد عنده تي بي، فطبعا المفروض انه بيحصل لهم عزل، بس انت لو الكلام ده حصل وانت ما كنتش تعرفه بتضطر تدي حاجه بروفيلاكسس، فساعات الدراج ده بينفع في هذه الاحيان. ولو هتستخدمه في التريتمنت بيستخدم ان كومباينيشن. الايزونايزايد بتعمل بريفيرال نيورايتس، وده نتيجه ان هو بياكت از بايريدوكسين انتاجونست، واحنا عارفين طبعا البايريدوكسين والرول بتاعه المهم جدا كفيتامين بي كومبلكس طبعا، وبالتالي هو بينهانس الرينال اكسكريشن بتاعه او بيشتغل كانتاجونست ليه، وفي الحالتين بيقل البايريدوكسين. علشان كده بننصح دايما وانت بتدي الايزونايزايد ان انت تدي معاه بايريدوكسين عشان تعوض النقص ده. لو جيت بصيت على الصار، ودي الحته اللي بتهمنا جدا، طبعا زي ما اتفقنا احنا عندنا البايريدين رينج في البارا بوزيشن زي ما انت شايف كده، في كربونيل ماسك عليها NH2 اللي هي مجموعه الهيدرازايد اللي جه منها اسم الايزونايزايد او ايزونيكوتينيك اسيد هيدرازايد. مبدئيا البيزك تيرمينال نيتروجين دي مهمه جدا، يعني لازم يكون البيزك تيرمينال نيتروجين دي موجوده. الهيدرازايد لو انا حركتها الى بوزيشن نمبر، هي طبعا كده تقعد بوزيشن نمبر 4 اللي هو البارا بوزيشن، لو انت حركتها بوزيشن نمبر 2 او نمبر 3 انت كده هتخليها ان اكتف، والكلام ده مهم جدا. نفس فكره السلفونامايدز اللي اتكلمنا عنها المحاضره اللي فاتت، كان لازم يبقى النيتروجين اللي في نمبر 1 ونمبر 4 في البارا بوزيشنز لبعض. هنا برضو لو انت حركت الهيدرازايد ل 2 او 3 كده انت بتفقد الاكتيفيتي بتاعه هذا الدراج. الكونفرجن للهيدرازايد لو انت حولته الى اذر كربونايل جروب زي امايد او هيدروكساميك اسيد هيبين اكتف، يعني دي لازم تكون برضو يا جماعه هيدرازايد. لو حولتها الى سي دبل بوند او ان اتش 2 بس، يعني انت شلت بس الان اتش اللي في النص دي وخليتها سي دبل بوند او ان اتش 2 بقت امايد ان اكتف. طب لو حولتها حاجه اسمها هيدروكساميك اسيد كنا برضو اتكلمنا عنه قبل كده برضو ان اكتف، يعني من الاخر لازم تكون الجروب دي موجوده. وعلى فكره ادويه التي بي اللي احنا هنتكلم عنها النهارده اي موديفيكيشن تقريبا في اي دراج يا اما هيخليه ان اكتف يا اما هيقلل اكتيفيتي، فكل حاجه او كل فيتشر متحققه في الدراج مهمه جدا للسور بتاعته. طيب بيقول لي 2 and 2 داي الكايل هيدرازايد بتدي جود اكتيفيتي، انما تراي الكايل هيدرازايد بتدي ان اكتيفيتي. يعني لو انت هنا شلت الهيدروجينتين دول وحطيت 2 الكايل هيدرازايد 2 الكايل جروبس، بيقول لي كده ممكن تبقى الاكتيفيتي بتاعتك كويسه. طب لو شلت بقى وحطيت 3، يعني معنى كده النيتروجين دي هتبقى بوزيتيفلي تشارجد، هنا هتحوله الى ان اكتف فورم. دي برضو حته مهمه جدا. لو شلت الهيدروجين اللي على التيرمينال نيتروجين اللي هي النيتروجينه برضو اللي على الطرف دي وحطيت مكانها مجموعه ايزوبروبايل هيديني دراج اسمه ابرونايزايد. وطبعا الابرونايزايد ده بيستخدم تيوبركلوستاتيك وسايكوستيمولنت، يعني كمان بيحسن المود شويه، وكان بيستخدم كانتي ديبريسنت بس طبعا ما بقاش بيستخدم حاليا نتيجه الهيباتوتوكسيستي بتاعت الدراج اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي في السايد افكتس. طيب الهيدرازونز لو انت عملت رياكشن اوف ايزونايزايد مع الدهايد او كيتون، تعالى كده ركز معايا الهيدرازون ده بيطلع ازاي لما تيجي تفاعل الكربونيل دي مع الدهايد او كيتون. انت عارفين طبعا الالدهايد هنا طبعا عندك كربونيل وعندك ان اتش 2، فلما اجي افعل مع الدهايد او كيتون يبقى عندي مجموعه كربونيل فيهم سي دبل بوند او. طب الكربونيل تتفاعل فين؟ تتفاعل هنا مع الان اتش 2 الطرفيه، يطلع الاثنين اتش دول مع الاكسجينه اللي كانت موجوده في السي دبل بوند او بتاعه الالدهايد او بتاعه الكيتون، فيديك ان دبل بوند تمام كربون اللي هي بقى بتاعه الالدهايد او الكيتون ايا كانت، سواء عليها اتش لو كان الدهايد او عليها الكايل جروب اخرى لو كان هو كيتون. في الحالتين دول بنسمي ده هيدرازون. يبقى الهيدرازون بينتج نتيجه تفاعل الهيدرازايد اللي هو ال ان اتش 2 مع الدهايد او مع كيتون. قال لي هيطلع برودراج، يعني اللي هيتكون ده هيبقى برودراج وهيبقى ليه سيميلر اكتيفيتي للايزونايزايد. يبقى معنى كده ان انت لو حطيت الدهايد او كيتون على الترم ال ان اتش 2 بتاعه الهيدرازايد هتحولها لشكل كيميكال اسمه هيدرازون، وده بيعتبر هنا في الحاله دي برودراج، يعني هيتحول بعد كده في الجسم الى الاكتف فورم اللي هو الايزونايزايد، وبالتالي هيبقى ليه سيميلر اكتيفيتي. طيب
الدراج التاني هو البيرازينامايد او البيرازين كاربوكسامايد. لو انت بصيت على البيرازينامايد في طبعا الرينج اللي هو جه من الاسم بتاعه بيرازين اللي هي الان في نمبر 1 و4، وبعدين عندك هنا سي دبل بوند او ام اتش 2 اللي هي مجموعه الاميدك. نفس الكلام لو بصيت على نيكوتينامايد، طبعا ده ستراكشر مختلف عنه، هتلاقيه تقريبا هو ستراكشر سيميلر ليه، عشان كده سموه بايو ايزوستير للنيكوتينامايد. طبعا عارفين النيكوتينامايد ده موجود في الجسم ويدخل في تكوين فيتامينز كتيره. طيب لو انت جيت بصيت هنا دلوقتي هتلاقي البيرازينامايد كبايو ايزوستير للنيكوتينامايد، يبقى كده هيحصل فيه بينهم كونفليكت هنشوفه كمان شويه. بيستخدم الدراج ده في الشورت تيرم تريتمنت نتيجه السايدال ايفكت بتاعه ونتيجه اللو توكسيستي بتاعته. يبقى معنى كده ممكن استخدمه كشورت تيرم تريتمنت لان هو سايدال، يعني بيقتل البكتيريا تماما مش بس بيوقف النمو بتاعها، وكمان التوكسيستي بتاعته قليله. الليميتيشنز بتاعته ان هو نوت اكتيف اجينست الميتابوليكالي ان اكتيف تي بي، وركز في الحته دي لان في بعض الدراجز بتشتغل بس على الاكتيف تي بي مش على الان اكتيف. طب ايه هي الان اكتيف؟ احنا اتفقنا ان التي بي من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل حاجه اسمها ليتنسي او بتستخبى من جهاز المناعه او ممكن تدخل تقعد جوه الجسم في اورجانز معينه وكانها مش موجوده، يعني بالمعنى اللي احنا بنقوله حرف كده بتعمل نفسها ميته فالمناعه مش بتشوفها. بعض الدراجز منهم البيرازينامايد مش بيقدر ان هو يشتغل على الميتابوليكال ان اكتيف تي بي، only active against the growing مش الانكابسوليتد فورمز. الانكابسوليتد دي هي اللي بتبقى ان اكتيف، اللي بتبقى مستخبيه من المناعه. بالاضافه طبعا ان الدراج ده زي معظم الادويه اللي احنا هنتكلم عنها النهارده ليه هيباتو توكسيستي. الاكتيفيتي بتاعته بتبقى بي اتش ديبندنت، ودي برده من الحاجات المهمه. بيبقى ليه جود ان فيفو اكتيفيتي في بي اتش 5.5، يعني لو انت وصلت البي اتش للنيوترال تقريبا بيبقى الدراج ده ان اكتيف، يبقى لازم يكون البي اتش بتاعته اللي بيشتغل فيها اسيدك، ودي ليها علاقه شويه بالميكانيزم اوف اكشن زي ما هنشوف كمان شويه. اليوزز بتاعته هو باكتريسايدال برضو، بيستخدم ان كومباينيشن، بيقول لي في اليو اس اي بيقول لي ريزيرفد للكومباينيشن في البيشنت انفكتد وذ ريزيستنت سترينز، يعني في اليو اس اي قالوا ان الدراج ده يستخدم لعلاج الكيسز اللي هي ريزيستنت. الميكانيزم في اكشن برضو ده يعتبر برو دراج بايو اكتيفيتد بانزيم اسمه الاميديز، لان هو اصلا فيه اميديك فانكشن جروب. اللي موجود طبعا الاميديز ده فين؟ في المايكوبكتيريا، يعني هو بيدخل المايكوبكتيريال سيل ويتحول بالاميديز انزيم بتاعها الى بايرازينويك اسيد. ما انت لما تيجي تعمل هيدروليزس دلوقتي بالاميديز للاميد جروب اتفقنا هيطلع منها كاربوكسيليك اسيد اللي هو البايرازينويك اسيد. طيب بايرازينويك اسيد يعني اسيد، يعني هيخلي البي اتش بتاعه الميديا اللي حواليه تبدا تقل، وهو ده فعلا اللي بيعمله البايرازينويك اسيد، ان هو بيديكريز البي اتش بتاعه السراوندنج وبيخلي الاورجانيزم انيبل تو جرو. بالتالي هو بيقول لي مي اكت اس كانتي ميتابولايت للنيكوتينامايد، وهو ده بقى اللي ليه علاقه بالاستراكشر سيميلاريتي مع النيكوتينامايد، وهو ده السايد افكت اللي ممكن يحصل نتيجه الاستراكشر سيميلاريتي. علشان كده هو بيشتغل انتي ميتابولايت للنيكوتينامايد وبينترفير مع الدي ان اي سينثيز، فبالتالي مش هينفع تصنع الدي ان اي، يعني معنى كده هيبقى فيه ديث للبكتيريال سيل. السار بتاعته لو عملت سبستيوشن للبايرازين رينج اللي هي النيتروجنز في 1 و4 بوزيشنز هتقلل الاكتيفيتي، ولو غيرت الهيترو سايكل يعني شلت البايرازين دي وحطيت حاجه ثانيه هتقلل برضو الاكتيفيتي. زي ما قلت لكم هنا الموديفيكيشنز بتبقى فيري ليميتد، يعني يا اما بتقلل اكتيفيتي يا اما بتابوليش الاكتيفيتي تماما. الميتابوليزم بتاعه الميجر روت ان هو بيحصل له هيدروليز بالهيباتيك مايكروزومال بايرازيناميديز ويتحول الى بايرازينويك اسيد واوكسدايز بالزانثين اوكسيديز الى 5 هيدروكسي بايرازينويك اسيد. هتقولي بس ده شبه اللي بيحصل في البكتيريا، هقول لك اه ما انت برضو عندك اميديز، بس هو طبعا في الاكشن بتاعه بيعتمد ان هو بيشتغل ده جوه المايكوبكتيريا وبيفقدها الخاصيه او القدره على الدي ان اي سينثيز، لكن ده ما يمنعش انه برضه بيحصل له عندك ميتابوليزم في الليفر وبيتحول الى بايرازينويك اسيد اللي بعد كده بالزنسين اوكسيديز يتحول للفايف هيدروكسي ديريفيتيف. الدراج الثالث هو الايثامبيوتول، والايثامبيوتول ده هيدروكلورايد. بيقول لي لو انت بصيت عليه هتلاقي 2 ان اتش جروب بينهم ايثيل جروب، عشان كده جت ايث تمام كده، وبعدين ام عشان خاطر
الناتروجينز اللي موجوده دي، بعد كده بيوتول عشان خاطر كربون 2 3 4 او اتش، يعني كده ده بيوتانول. فانت عندك 2 بيوتانول يمين وشمال، هي دي اللي جت منها البيوتول، وبعدين الاف عشان خاطر الايثيل جروب، والامبيوتول دي اللي هي التو ناتروجينز اللي موجودين. والاثامبيوتول ده الديستانس فيه فيري امبورتنت، يعني لازم اللي في النص دي تبقى مجموعه ايثيل مش اقل ولا اكبر. لازم التو ناتروجينز دول يبقوا ان اتش زي ما انت شايفهم، لازم الاثنين الكحولز اللي موجودين يمين وشمال يبقوا برضو فور ممبرد، ولازم يكون الاثنين او اتش دول موجودين بالشكل اللي انت شايفه، وده هنشوفه دلوقتي في الصور كمان شويه. ده بكتيريوستاتيك، ركز، ده مش بكتيريسايدر، يعني ده بيستوب الجروس بتاع التي بي، والبوزيتيف انانشومر بتاعه بيبقى مور اكتف عن النيجاتيف انانشومر من 200 ل 500 مره تقريبا. اكتف اجينست الديفايدنج مايكوبكتيريا زي ما اتكلمنا عن الدراج اللي قبله، يعني برده مش هيشتغل على الانكابسوليتد او النون بروليفريتيف فورمز. والميكانيزم اوف اكشن هو بينهبت الانكوربوريشن اوف مايكوليك اسيد انتو سيل وول اوف مايكوبكتيريا. قبل بس ما اتكلم على حته السيلكتيف توكسين دي، ايه الفرق بينه وبين الايزونايزايد بسرعه؟ الايزونايزايد بي بريفنت السنسز بتاع المايكوليك اسيد، انما الايثامبيوتول هيدروكلورايد بي انهبت الانكوربوريشن، يعني المايكوليك اسيد اوريدي سنسايز بالبكتيريا، لكن هو بيمنع ان هو يدخل في تكوين البكتيريا السيل وول، يعني بس هو مش بيمنع السنسز بتاعه، لكن بيمنع انه يدخل يكون السيل وول بتاع البكتيريا السيل. السار بتاعته طبعا بيقول لي الموديفيكيشنز اللي هتحصل في الدراج ده زي ما قلت من شويه هتفقدوا الاكتيفيتي بتاعته. لو عملت اكستنشن للايثيلين دايامين تشين، لو عملت ريبليسنج لاي ناتوجين من الاثنين، لو غيرت السايز بتاع الان سبستيتوينتس اللي هم على اليمين او على الشمال، او لو غيرت حتى اللوكيشن بتاع الالكوحول جروب، يعني من الاخر اي حركه في الاستراكشر بتاع الايثامبيوتول بيفقدوا الاكتيفيتي بتاعته تماما. استخداماته طبعا كبكتيريوستاتيك مش بيستخدم برضو الون، ولازم يستخدم ان كومباينيشنز لحالات البولمونري تي بي. التو دراجز اللي بعد كده عندنا هناخدهم كده قدام بعض اللي هم ريفامايسين والستريبتومايسين سلفيت. طيب الريفامايسين هنتكلم عنه الاول، زي ما انتم شايفين كده ده بيقول لي اولا ممبر اوف اناسامايسينز، ودي بتطلع عن طريق الستريبتومايسيز، يعني نوع من انواع الايه المايكروجانيزمز. والانامايسنز دي بتبقى ماكروسايكليك رينج. يعني ايه ماكروسايكليك رينج؟ يعني انت لو بصيت هتلاقي طبعا فيها النفتالين رينج دي، لكن بعد كده مقفوله، يعني تعالى كده من الان اتش هتلاقي الرينج كده بتلف لحد ما تقفل الناحيه الثانيه، تمام؟ ده بيقولوا عليه رينج كبيره ماكروسايكليك، كلها جوه سايكل واحده، حتى اللي هي النفتالين رينج دي جزء من هذه السايكل. فالماكروسايكليك رينج دي بريدجد اكروس تو نون ادجيسنت بوزيشنز اوف اروماتيك نيوكليس، انا بتكلم على اللي هي ايه اللي هي النفتالين، ليها برود سبيكترم اجينست الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف والتي بي والفيروسز، لان الريفامايسين ده انتوا هتاخدوه برضو في الجزء الثاني من الانتيبيوتكس، هي بتشتغل كمان على الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، وبتشتغل كمان كانتي فايرال. هي بصراحه ليها برود سبيكترم اوف اكتيفيتي، من ضمن الاكتيفيتي بتاعتها هنا احنا بتشتغل على التي بي. والريفامايسين بيقول لي سيم سينثيتك ديريفاتيف للريفامايسين بي، وبيطلع كانتي تي بي في يو اس اي من سنه 1971. طيب قبل ما نتكلم عن السار بتاعه هناخد كده برضو الستريبتومايسين سلفيت. لو انت بصيت على الستريبتومايسين سلفيت هتلاقي بيتميز بوجود الجوانيدو جروبس اللي انت شايفهم دول، وفي شوجرز، ادي شوجر امينو شوجر وادي امينو شوجر، تمام؟ وبعدين بيقول لي ده طلع من الستريبتومايسيس، برضو نوع من انواع المايكروجانيزمز، وبيكون بيزك زي ما انت شايف طبعا الجوانيدين جروبز والامينو جروبز الكتيره دي، ووتر سوليبل، فبالتالي هو ساسيسكوي سلفيت سولت، بيبقى طبعا سوليبل في الووتر، وليه هيدروفيليك نيتشر، بولي ابزوربت اكيد من الجي اي تي، فلازم هنديه على شكل انترا ماسكولار انجكشن. لو جينا نبص في الصار بتاعت التو دراجز نقول الاول الميكانيزم اوف اكشن. الريفامايسين بيشتغل كـ DNA dependent RNA polymerase inhibitor. طب ايه موضوع الـ DNA dependent RNA polymerase inhibitor؟ هو مبدئيا بكتيريسايدر، تمام، بيمسك في حاجه اسمها البيتا سب يونت بتاعه الانزيم، وبيمنع الانيشيشن اوف تشين فورميشن في الـ RNA sensors. يعني البكتيريا التي بي بيبقى فيها حاجه اسمها DNA dependent RNA polymerase، تمام؟ الانزيم ده مهم جدا لان هو بيبني الحاجه بتاعه البكتيريا. انتوا عارفين طبعا اي صناعه بروتين لازم يسبقها صناعه ام ار ان اي كماسنجر،
اللي هو بيصور الجزء من الدي ان اي اللي انت عاوز تصنعه على شكل بروتين وبعدين يحوله بالترانسليشن الى بروتين. انت دلوقتي هتشتغل على الدي ان اي بتاع الانسان، فمحتاج انزيم عندك يقدر ان هو يقرا من على الدي ان اي بتاع الانسان، هذا الانزيم ار ان اي بوليميريز، وعشان هو معتمد على الدي ان اي بتاع الهيومن فسموه دي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز. كل اللي بيعمله ريفامايسين هو بيعمل انهبيشن لهذا الانزيم، وبالتالي البكتيريا مش بتعرف تصنع البروتين بتاعها ولا بتعرف تكون اكيد الار ان اي او الام ار ان اي الخاص بيها. استخداماته برضه بيستخدم ان كومباينيشن اللي هي من 9 ل 18 شهر زي ما اتكلمنا من شويه. ستريبتومايسين سلفيت ده بقى بيمنع انهبيشن للبروتين سنسس ومس ريدنج للام ار ان اي والممبرين دامج، يعني هو هنا بيمنع صناعه البروتين، وحتى لو في ام ار ان اي اتصنع جوه البكتيريال سيل بيعمل لها مس ريدنج، بيخلي المفروض الام ار ان اي زي ما قلنا بيتحول الى بروتين، هو بقى بيخلي القرايه بتاعته تبقى فيها خطا، فالبروتين الناتج من الام ار ان اي يبقى فيه خطا، واي بروتين يا جماعه فيه خطا ده معناها ميوتيشن وممكن تؤدي الى الديث بتاعه البكتيريال سيل. طبعا ده بيديفيوز اكروس الاوتر ميمبرين بتاع التي بي وبينتريت السيتوبلازميك ميمبرين من خلال الكترون ديبندنت بروسيس. يبقى انت لو بصيت على الاثنين تقريبا عشان كده حطيناهم جنب بعض بيشتغلوا على البروتين سنسس. الستريبتومايسين بيبقى بكتيريسايدل زي بالظبط الريفامايسين، وبيستخدم كانترماسكولار انجكشن زي ما قلنا، بس بنليمت اليوز بتاعه في اللونج كورس ثيرابي، مش بيستخدم كتير في اللونج كورس ثيرابي لان هو بيبقى ليه سايد افكتس. استخداماته ان كومباينيشن للتي بي وللاذر انفكشنز. نيجي بقى الجزء السار. الريفامايسين يا جماعه في السار بتاعته انا عندي 3 او اتش جروبس في كربون نمبر 1 و8 21 23 21 23 هنشوفهم دلوقتي مع بعض. قال لي دول موجودين في البلين مهمين جدا للبايندنج للانزيم اللي هو بيشتغل عليه، وبيحصل لو حصل اسيتايليشن لكربون 21 و23 يتحول لان اكتف، ولو حصل ريدكشن للدبل بوند اللي موجوده في ماركو ماكرو سايكليك رينج بتقلل اكتيفيتي بتاعته، ولو حصل اوبننج لهذه الماكرو سايكليك رينج برضو بتقلل اكتيفيتي، ولو حصل سبستيوشن في كربون 3 او كربون 4 هيطلع كومباوند ليها اكتيفيتي مختلف. مهم عندي جدا ان الماكرو سايكليك رينج اللي انا اتكلمت عنها من شويه واللي هرجع لها تاني دلوقتي، لو انت عملت ريدكشن للدبل بوند اللي هي رقم 3 او ان انت فتحت هذه السايكل فقدت الريفامايسين الاكتيفيتي بتاعته. الفري او اتشز بقى اللي موجوده في كربون 1 و8 و21 و23 ولو انت كمان عملت لهم اسيتايليشن تمام هتحول في 21 و23 الى ان اكتيف دراج. لو انت جيت بصيت فين ال21 و23 اللي هم دول الاو اتش دي والاو اتش دي، ما ينفعش ان انا احط عليهم اسيتايل جروب. ركز معايا دي كده تقعد حتى هتلاقي في هنا كربون بعدين كربون كربون ثالثه، يبقى دي 21 و23 بينهم عدد واحد بس او كربونه واحده. لو عملت اسيتايليشن على الاو اتش دي او الاو اتش دي كده انت بتحوله الى ليس اكتيف لدرجه ان هو ممكن يفقد الاكتيفيتي تماما بحاله الاسيتايليشن. يبقى انت ما ينفعش تيجي على الكربون او اتش اللي موجوده في 21 او 23 وتعمل لها اسيتايليشن. طب الاو اتشز بقى اللي موجوده بيقول لي مهمه جدا للاكتيفيتي بتاعته ومهمه للبايندنج مع الانزيم اللي هو الدي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز اللي باكد عليه اهو تمام. هم مين؟ قال لي الاو اتشز نفس الاثنين اللي احنا قلنا عليهم، ادي ال21 وال23 دي ودي، وبعدين عندك في رقم 1 و8 اللي هي دي ودي تمام كده. دول مهمين يا جماعه، والمفروض ان الدراج يكون فيه الاربعه اتشز دول، لان لو في واحده منهم قلت هتقل الاكتيفيتي بتاعته، وبالتالي لو اتشال منهم اكتر من واحده ده ممكن يفقدوا الاكتيفيتي، لان هو الفانكشن بتاعته ان هو بيعمل بايندنج مع الانزيم اللي هو دي اندبندنت ار ان اي بوليميريز عن طريق الاربعه اتشز اللي موجودين في البلين. نلخص الريفامايسين صار في اربعه اتش مهمين لازم يكونوا موجودين في البلين عشان خاطر البايندنج مع الدي ان اندبندنت ار ان اي بوليميريز. لو حصل اسيتايليشن ل 21 او 23 كربون هيبقى ان اكتف. لو جيت في الماكرو سايكليك رينج دبل بومز عملت لها ريدكشن هتقلل اكتيفيتي، ولو فتحت الماكرو سايكليك رينج برضه هتقلل الاكتيفيتي. الستريبتومايسين بقى سلفيت قال لي لو انا عملت ريدكشن اوف الدهايد الى الكحول هيديني داي هيدروستريبتومايسين، وده ليه سيميلر اكتيفيتي لكن ليه ديلايد سيفير ديفنس. مبدئيا ايه السيفير ديفنس؟ احنا هناخد اصلا الستريبتومايسين سبيشيز اصلا والستريبتومايسين خصوصا
من ضمن الحاجات اللي بيعملها بيعمل اوتو توكسيستي اللي هي ممكن يؤدي الى طبعا باللونج ران يوز سيفير ديفنس، يعني ممكن انسان يفقد حاسه السمع. فبيقول لي لو انت عملت دراج هنتكلم عنه حالا دلوقتي او عملت فيه موديفيكيشن هيديك ا سيميلر اكتيفيتي لكن هياخر السيفير ديفنس. وده من الحاجات اللي انت برضو تاخد بالك منها، الالدهايد للالكحول. طب فين مجموعه الالدهايد؟ لو انت جيت بصيت كده هتلاقي هنا في مجموعه الالدهايد اهي، بص كده مع بعض فيها، اللي هي دي اللي هي السي دبل بوند او، والمفروض هنا في اتش بس مش مكتوبه، دي مجموعه الالدهايد. لو عملت لها ريدكشن للالكحول هو ده البوينت نمبر 1 في الصور، انها لو عملت ريدكشن للالدهايد للالكحول هينتج حاجه اسمها داي هيدروستريبتومايسين. فتاخد بالك من الاستراكشر اللي قدامك، هل هي الدهيتك جروب ولا هي الكحوليك جروب. ده هيدي نفس الاكتيفيتي وهيأخر السيفير ديفنس، ودي من الحاجات الكويسه. اوكسيديشن اوف الدهايد الى كاربوكسيليك على النقيض بقى، لو انت غيرت مجموعه الالدهايد دي بس ما حولتهاش الى الكحول، لا انا هعملها اوكسيديشن في الحاله دي الى كاربوكسيليك، او حولتها الى شيف سبيس زي الاوكزيم والسيمي كاربازون والفينال هيدرازون، كل ده بيخليها ان اكتف. يبقى تاخد بالك الريدكشن حاجه والاوكسيديشن ان تلاقي مجموعه الالدهيد دي تحولت اللي انا شاورت عليه من شويه الى سي او اتش مثلا، تمام، او الى سي دبل بوند ان. انتوا عارفين الهيدرازونز والسيمي كاربازونز اللي انا اتكلمنا عنه من شويه دي بتبقى سي دبل بوند ان وبعدين يكمل الاستراكشر بتاعه، تمام، زي ما اتكلمت عنها من شويه كده في الايزونايزايت. ده طبعا هيخليه ان اكتف على طول. طب لو عملت اوكسيديشن للميثيل جروب اللي موجوده في الالفا ستريبتوز الى ميثيلين هيدروكسيل هيبقى اكتف بات نو ادفانتج اوفر ستريبتومايسين. فين الجروب دي؟ عندك الجروب دي اللي هي الميثيل، المثل دي سي اتش 3 في الاستريبتوز، لو حولتها لسي اتش 2 او اتش هيديني برضو دراج ليه نفس الاكتيفيتي بس ملوش ميزه مختلفه عنه، فبالتالي مش هتعمل اضافه. ده اللي عايز يقوله في البوينت دي. الديميثيليشن او الريبليسمنت اوف امينو ميثل اللي موجوده في الجلوكوزامين بارت بلارجر الكايل جروب هيقلل الاكتيفيتي. طيب انت عندك هنا امينو ميثل في جلوكوزامين، ولو انت هتشيل مجموعه الالكايل اللي هي الميثيل جروب وهتحط مور لارجر الكايل جروب اللي هي دي يا جماعه، دي ال NH2CH3 هنا في ميثيل جروب، هشيلها واحط مكانها مثلا ايثايل او احط مكانها بروبايل او بيوتايل جروب، كل الحاجات دي هتقلل اكتيفيتي. يبقى تاخد بالك كويس ان الحته دي لازم تكون ميثيل جروب عشان خاطر ريتين الهاي اكتيفيتي بتاعت الدراج. اخر حاجه ريموفال اور موديفيكيشن اوف ايذر جوانيدين بيقلل برضو الاكتيفيتي. انت عندك طبعا هنا تو جوانيدو جروبز اللي احنا اتكلمنا عنهم، ادي مجموعه الجوانيدو الاولانيه وادي المجموعه الثانيه، فلو انت شلت واحده منهم او عملت فيها موديفيكيشن برضو الاكتيفيتي بتاعت هذا الدراج هتقل. تمام كده، ده الصور بتاع الريفامايسين والستريبتومايسين سلفيت. كده الفيرست لاين ايجنتس خلصناهم، هنبدا في السكند لاين ايجنتس. وبيقول لي دول ليس توليريتد or with high side effects عن ال first line، وبيستخدموا in case of resistance or intolerance لل first line agents. زي ما قلنا دول بيبقى السايد افكتس بتاعتهم اكتر صعبه على الجسم ان هو يتحملهم، وبالتالي انت مش بتضطر ان انت تستخدمهم الا لو الفيرست لاين ما نفعش. فبالتالي بيستخدموا في حالات الريزيستنس او الانتولرنس، لو البيشنت مش نافع معاه حاجه من الفيرست لاين هتضطر ان انت تحط له حاجه من السكند لاين او حتى تشفته على السكند لاين تريتمنت. هنتكلم عن دراج اسمه ايثايوناميد، وده انالوج للنيكوتيناميد وبيبقى باكتيريسايدال. لو بصيت على الايثايوناميد هتلاقي فيه السي دبل بوند اس، عشان كده جت منها الاسم بتاع الايثايون، وبيقول لي سي دبل بوند اس ان اتش 2، حاجه كده شبه الامايد بس عشان خاطر هي مش سي دبل بوند ان اتش 2 سي دبل بوند اس فسموها ايثايوناميد. تمام، ليه ايث؟ عشان خاطر مجموعه الايثايل اللي موجوده على البايريدين رينج. يبقى في عندك بايريدين رينج البارا بوزيشن بتاعها فيها مجموعه مش امايد ايثامايد، وبعدين في مجموعه ايثيل في نمبر 2 للبايريدين. الايثايوناميد في دراج تاني اسمه بروثايوناميد، هو نفس الاستراكشر بس بدل ما مجموعه ايثيل هنا بقت مجموعه بروبيل، زودت كربونه بس، وده برضو بيقول لي انالوج للنيكوتيناميد. الميكانيزم اوف اكشن زي الايزونايزايد، لان احنا برضو قلنا على الايزونايزايد هناك ان هو كان انالوج للنيكوتينامايد،
او كان في بينهم ستراكشر سيميلاريتي الى حد ما، فبيقول لي ده برو دراج بيتحول بالاوكسيديشن برضو بالكاتاليز بيروكسيديز الى اكتيف اسايليتنج ايجنت. يعني هنا هو بيتشابه مع الايزونايزايد في الميكانيزم اوف اكشن، ان هو برو دراج ومحتاج اوكسيديشن بنفس الانزيم اللي احنا قلنا عليه او بنفس الاكتيفيتي اللي هي الكاتاليز بيروكسيديز اكتيفيتي، ويتحول الى الاكتيف فورم. ادي الدراج تحول لهذا الشكل. لو انت بصيت عليه بس هو حصل له اوكسيديشن ببساطه، اتحطت عليه اكسجين جروب تمام وفتحت الدبل بوند اللي هي بتاعه السيدل بوند اس تمام. الاكتيف فورم اللي اتكون ده بقى اللي هو الاكتيف دراج بتاع الالثيوناميد، هو ده اللي هيعمل الفانكشن اللي عملها هناك الايزونايزاد عن طريق تحويله الى الاكتيف سبيشيز بتوعه. يعني اعتبر ده هو بديل الثري اكتيف سبيشيز بتاعت الايزونايزاد اللي اتكونت هناك. هو ده يا جماعه اللي برضو بيشتغل على الناد اتش وبيفقدوا هذه الهيدروجينة ويحولوا الى ناد بوزيتيف، فبالتالي يفقدوا الاكشن بتاع الريدكشن وبالتالي يمنع زي ما قلنا البكتيريال سيل وول سينثيسيس اللي هي المايكوليك اسيد على وجه الخصوص. السار بتاعه قال لي لو انت بدلت البايريدين باي ايزوستير سواء بنزين او بايرازين هيبقى ان اكتيف. طب لو حولت الثايوأمايد لأمايد او اميدين او ثايويوريا اي مجموعه غير السيدول بوند اس ان اتش 2 يبقى ان اكتيف. لو عملت ريموفال او ديسبيسمنت للثايوأمايد شلتها خالص مثلا او بدلتها بحاجه ثانيه برضو ان اكتيف. يبقى من الاخر برضو كل جزء في الاستراكشر از فيري امبورتنت للاكتيفيتي بتاعته، واي small modification هيخليه totally inactive. بارا امينو سلسليك اسيد طبعا ده احنا لسه متكلمين عن حاجه شبيهه بيه، كانت ميتا امينو، هنا ده بارا امينو سلسليك اسيد وده برده من السكند لاين بس ليه سيفير سايد افكتس، وبيشتغل طبعا على البكتيريا ريزيستنس وبيبقى ليه هايبر سنسيتيفيتي تقريبا من 5 ل 10% من البيشنت. ممكن توصل الهايبر سنسيتيفيتي رياكشنز بتاعته ان هي تكون لايف ثريتنينج. الميكانيزم اوف اكشن بيقول لي طبعا similar للسلفونامايدز انتي ميتابولايت للبابا. انت لو بصيت اصلا هو البابا بارا امينو بنزويك اسيد، فهو ده برضو يعتبر بارا امينو بنزويك اسيد زي ما انت شايف، بس في مجموعه الاو اتش في الايه في الاورثو بوزيشن او في التو بوزيشن بتاعه الكربوكسيليك او الكربوكسيليت جروب. يبقى هو زي السلفونامايدز نتيجه التشابه بتاعه مع البارا امينو بنزويك اسيد او البابا بيشتغل انتي ميتابولايت وبينهبت الفوليك اسيد فينسز. لما بنعمل له كو ادمنستريشن مع الايزونايزايد هيقلل الاسيتايليشن مع الايزونايزايد. خد بالك بس الحته دي، انا هعمل له كو ادمنستريشن مع الايزونايزايد ككومبايند ثيرابي، الايزونايزايد هيمنع البرودكشن او السينثيسيس بتاع المايكوليك اسيد في السيلول بتاع التي بي، والبارا امينو سلسليك اسيد هيشتغل كانتي ميتابولايت وينهبيت الفوليك اسيد فينسز. لكن في نفس الوقت في ميزه ثانيه هناخدها، ان الايزونايزايد هيقلل اسيتايليشن اوف ايزونايزايد نتيجه الكو ادمنستريشن اوف بارا امينو سلسليك اسيد. ده طبعا دراج دراج انتر اكشن، ان انت لما بتدي بارا امينو سلسليك اسيد مع الايزونايزايد هيقلل اسيتايليشن بتاعته، واحنا كنا قلنا برضو من شويه ان الايزونايزايد بيحصل له ميتابوليزم عن طريق الاسيتايليشن باي بينج ا سبستريت فور اسيتايليشن. هو بقى دلوقتي احنا عارفين ان مجموعه الاروماتيك ان اتش 2 دي بيحصل لها اسيتايليشن في الجسم، فبالتالي هو هياخد الاسيتايليشن شويه وهيقلل الاستيليشن بتاع الايزونايزايد، فهيزود البلازما ليفل بتاع الايزونايزايد، ودي مهمه جدا وخصوصا في الرابيدلي اسيتيليتورز. لو تفتكروا كان في بعض البيشنتس او بعض الهيومنز ان جنرال عندهم كده جينيتك فاريشن ان هم رابيد اسيتيليتورز، بيعملوا الاسيتيليشن بروسيس دي بتبقى اسرع في جسمهم نتيجه جينيتك فاريشنز. فبالتالي لو البيشنت دول مميز جدا عندهم ان انت تدي البارا امينو سلسليك اسيد مع الايزونايزايد. السار بتاعته الامينو والكربوكسيليك جروب لازم يكونوا بره البعض اكيد عشان خاطر السيميلاريتي مع البابا، ولازم يكونوا فري، ده الواي اللي انا شرحتها دلوقتي او قلت للسبب. طيب لو استخدمت استر او امايد لازم يكونوا رابيدلي هيدرولايزد ان فيفو، يعني انا ممكن احط مجموعه استر مثلا او مجموعه امايد بس بشرط ان هي يكون برو دراج ويتحول الى الاكتيف فورم ان فيفو. الاو اتش جروب ممكن تكون في الاورثو او في الميتا بوزيشن ولكن هتقلل اكتيفيتي. يعني الاو اتش جروب اللي انت شايفها دي ممكن تتحط برضو في بوزيشن اللي بعديه اللي هي الميتا بوزيشن بس الاكتيفيتي هنا هتقل. التو دراجز اللي فاضلين السايكلوسيرين، والسايكلوسيرين ده طالع من الستريبتومايسس برضو، بيستخدم ان كومباينيشن اند نوت الون
والدراج الثاني هو الكانامايسين، وفي منه نوعين، كانامايسين اي وكانامايسين بي، وده امينو جلايكوسايد، وهناخدها ثاني بالتفصيل ان شاء الله في الجزء الثاني من الانتيبيوتكس، وليها فيري ليميتد يوز للتي بي، وبيستخدم برينترالي. امينو جلايكوسايد طبعا بتبقى بورلي ابزوربد عشان خاطر فيها هيدروفيليك جروبس كتيره، فبنستخدمهم بالبرينترال روت. انا بس عايز افرق ما بين الكانامايسين اي والكانامايسين بي. لو انت بصيت عليهم كده هتلاقي في الكانامايسين اي الجزء ده، وبص هنا في الكانامايسين بي على الجزء ده، تمام؟ الفرق اللي انت شايفه ان في التو داش بوزيشن هنا في مجموعه او اتش، انما هنا في التو داش بوزيشن في مجموعه ان اتش 2. فلو كانت او اتش يبقى كانامايسين اي، ولو كانت ان اتش 2 يبقى كانامايسين بي. دول الفرق ما بين التو ديريفاتيفز اوف كانامايسين. ميكانيزم اوف اكشن بتاعت السايكلوسيرين بيقول لي الدي سايكلوسيرين بينهبت تو كي انزيمز، في انزيمين مهمين جدا في التي بي الدي سايكلوسيرين ده بيعمل لهم انهبيشن، اللي هم الدي الانين ريسينيز والدي الانين ليجيز. ولو انت كده بصيت الدي الانين ده من ضمن الامينو اسيدز المهمه جدا لو تفتكروا في تكوين البيبتايدو جلايكانس الوول بتاع البكتيريال سيل. في شبيه بيه برده موجود هنا في البيبتايدو جلايكان بتاع المايكوبكتيريال سيل، وفي برده انزيمات بتشتغل عليه منهم الراسيميز والليجيز، واللي بيعمله السايكلوسيرين ان هو بينهبت الانزيمين دول، فبيمنع تكوين البيبتايدو جلايكان في المايكوبكتيريال سيل وول، يعني برده بيعمل انهبيشن للبيبتايدو جلايكان في المايكوبكتيريال سيل وول. بالاضافه الى ان كان في دراجز قبل كده بتشتغل على المايكوليك اسيد لاير نفسها، يبقى انت عندك هنا دراجز بالتارجت المايكوليك اسيد ودراجز بالتارجت زي السايكلوسيرين اللي هي البيبتايدو جلايكان سيل وول، وفي الحالتين انت بتنهبت او بتعمل طبعا قصور في صناعه الكومبليت سيل وول بتاع التي بي، يا اما ان انت بتموتها خالص، يا اما ان انت بتضعفها جدا لاي طبعا ايه لاي ميكانيزم، سواء كانت ناتشرال ميكانيزم كاميونيتي او كدراج انت مديه من بره ان هو يقدر يقضي عليها بسهوله. طيب اخر حاجه كده هنختم بيها ريجيمنز فور ذا ثيرابيوتيك مانجمنت اوف تي بي، عشان نبقى فاهمين هو بيعالجوا البيشن دول ازاي. انت عندك بيقسموها النوعين، هل هي بريفنشن ثيرابي ولا اكتيف تي بي. بريفنشن ثيرابي بيقول لي الترو كيمو بروفيلاكسيس في البيشنت اللي هم ليهم سب كلينيكال تي بي انفكشن، بيعمل لهم تيست كده اسمه سكين تيست، بيقدروا يعرفوا هو عنده تي بي ولا لا الى حد ما. لو انت بوزيتيف سكين تيست وكمان اللي ليهم انتميت كونتاكت مع اكتيف كيس، يعني زي ما قلت لك كده حتى عنده في العيله عنده تي بي او عايش معاه او موجود معاه في البيت، هديله ايه؟ ايزونايزايد وبايرودوكسين. ولو انت بصيت هنا دول ما يعتبروش تو دراجز، ده يعتبر وان دراج هو الايزونايزايد، بس احنا بندي معاه البايرودوكسين زي ما قلنا عشان نعوض الديفكت اللي بيعمله الايزونايزايد نتيجه السيميلاريتي مع الميتابوليك باسوي، او ان هو بيشتغل كانتي ميتابولايت للبايرودوكسين، فده بس مجرد حاجه تعويضيه. طيب كيمو بروفيلاكسيس اوف سب كلينيكال انفكشنز تو بريفنت الاكتيف ديزيز، واحد ادى بوزيتيف سكين تيست but no evidence of active disease on chest x-ray، عملوا له اكس راي ما لقوش حاجه في اللنج بتاعته تقول ان هو عنده اكتيف ديزيز. في الحاله دي هديله الايزونايزايد برده مع البايرودوكسين للبيشنتس اللي اقل من 35 سنه. طب لو كان حد كبير في السن شويه فوق ال 35 سنه هدي الايزونايزايد معاه كمان ريفامبين، تمام، الاكثر من 35 سنه كبديل عنه. يعني انت لو البيشنت اقل من 35 هتدي ايزونايزايد وبايرودوكسين كانك بتدي بالظبط بروفيلاكسيس. طب لو حد عنده بوزيتيف سكين تيست بس الشيست بتاعه سليم هتدي له، بس هو فوق ال 35 سنه هتدي له هنا في الحاله دي ريفامبين الون، تمام؟ طبعا ده علشان خاطر الايج فاريشن ده بيفرق في الاميونيتي وبيفرق في حاجات كتيره جدا، وانت طبعا بتبقى خايف ان انت يكون عندك مثلا ده مش تشخيص صحيح، والدايجنوزز لما بيكون غلط وبتتاخر شويه في علاج هذا الديزيز او هذه البكتيريا الشرسه، طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا بعد كده علاج. الاكتيف تي بي بقى، الاكتيف تي بي واحد عنده تي بي ومتاكدين، فاما بعمل شورت كورس كيموثيرابي من 9 ل 12 شهر دي في البيشنت اللي عندهم انكومبليكيتد بولمونري تي بي، يعني ما وصلتش لسه بيه الحاله ان هو يحس بمشاكل كومبليكيشنز في البولمونري تراكت عنده، بيتنفس الى حد ما بشكل طبيعي، تمام، فهدي له هنا ايزونايزايد وريفامبين. او كونفنشنال كورس كيموثيرابي هنا المده هتطول شويه، هيبقى من 12 ل 18 شهر، وهنا هدي له برضه الايزونايزايد مع الريفامبين، يبقى الفرق هنا فقط في المده. انت لو انت البيشنت كنترولد بتدي العلاج لحد سنه، لو انت البيشنت الكيس بتاعته ان كنترولد بتبدا تدي العلاج لمده تقريبا سنه ونص.
شكرا جزيلا.